بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر على النحو الذي يرضيك، وعلى النحو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتابع الحديث على صفات الحروف التي لا ضد لها، وذلك من خلال منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، نظم إمام الكل الإمام المحقق محمد بن الجزري رحمه الله. فقد قسم الصفات رحمه الله صفات الحروف إلى مجموعتين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. وتحدثنا عن الصفات المتضادة، فقلنا بأن الجهر ضده الهمس، وأن الشدة ضدها الرخاوة، وأن الاستعلاء ضده الاستفال، وأن الانفتاح ضده الإطباق. وبينا بأن الإصمات والإذلاق هاتان الصفتان من علم الصرف ولا يفيدان شيئا في التجويد. ثم انتقلنا إلى الصفات التي لا ضد لها، فبدأ الحديث عن قوله رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام ورى وبتكرير جعل، وللتفشي الشين. فتعرضنا لست صفات من الصفات التي لا ضد لها، وبقيت الصفة الأخيرة وهي قوله كما نرى على اللوحة في البيت 26: ضادا استطل. طبعا ضادا منصوبة لأنها مفعول به مقدم بفعل استطل، والفاعل أنت. نعم، استطل فعل أمر من الاستطالة، وكما نرى على اللوحة التي أمامنا فإن الاستطالة صفة انفرد بها حرف الضاد، وتعريفها كما نرى على اللوحة هي اندفاع اللسان من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. نذكر بمخرج الجيم الذي تكلمنا عنه عند قول الناظم رحمه الله: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمنى. لو شبهت يدي هذه باللسان، فهذا طرفه الأمامي الحر، وهذه الجهة اسمها حافة اللسان اليمنى، هذه اليمنى مثلا وهذه اليسرى، هاتان المنطقتان مع الصفحة الداخلية للأضراس العليا يحدث بينهما قرع وانقفال تام لهذه المنطقة كلها، كل هذه المنطقة تنقفل أضم، لكن الضغط والاتكاء هنا وليس على المنطقة الأمامية. المنطقة الأمامية ملامسة وليس عليها الضغط، الضغط هنا. انتبهنا يا إخوة؟ فلما تنقفل هذه المناطق والهواء عم يضغط، أضم كله مقفول والهواء عم يضغط، فاللسان تحت تأثير الهواء الضاغط من خلفه يندفع مليمترات قليلة جدا إلى الأمام كما ترون على هذه اللوحة المتحركة. شايفين اللسان كيف عم يندفع إلى الأمام تحت تأثير الهواء الضاغط؟ وبالتالي كمية الهواء المحصورة خلف اللسان شو عم يصير فيها؟ تربو وتزيد وتستطيل. لا يوجد حرف في حروف اللغة يحدث فيه هذا الفعل إلا الضاد، لذلك انفردت الضاد بصفة الاستطالة. بعض إخواننا يخلط بين الاستطالة والرخاوة،
الرخاوة كما مر معنا يا إخوة هي قابلية الصوت للمط والتطويل، أضم أضم أضم، فهذا التطويل لصوت الضاد هو إيه؟ الرخاوة. لكن اندفاع اللسان إلى الأمام بهذا الشكل الاحتكاكي إن أحببت أن تسميه، هذه صفة انفرد بها مين؟ حرف الضاد. كل الحروف الأخرى تخرج كما ذكر ابن سينا بالقرع أو بالقلع، وإن شئت فقل بالتصادم أو بالتباعد. أما الضاد فنعم فيها تصادم، ولكن بعد هذا التصادم يندفع اللسان قليلا. إخواننا الذين يخلطون بين الضاد والظاء في النطق، عيبهم أنهم يبالغون في دفع اللسان إلى الأمام حتى يصل رأسه إلى أطراف مين؟ انظروا إلى اللوحة، انظروا أين ينتهي ويتوقف عمل اللسان عند وصوله إلى منتهى اللثة من الداخل، لكن لو تابع طريقه اللسان إلى الأمام سوف يصل لفين؟ إلى منطقة أطراف الثنايا، وهذه منطقة مين؟ منطقة الظاء، والظاء حرف والضاد حرف آخر، والمعنى يختلف من هذا إلى ذاك. فعندما أقول ضل غير ما أقول ظل، ظل يضل من الضلال وهو ضد الهداية، وظل يظل بمعنى بقي، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هنا ظل بمعنى بقي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، مو أضللنا، إذا قلنا أضللنا يعني كأنه صاروا إيش؟ ظل، انتبهنا كيف؟ أضللنا كثيرا، فالأصنام لا تظل ولكن تضل، انتبهنا كيف؟ فلننتبه إلى هذا، فإن يعني أريد أن أنبهكم إلى شيء. شو سبب الخلط بين الضاد وغيرها؟ هذا الحرف يعني يقول العلماء أن العربية تنفرد به، لذلك شو بيسموها؟ لغة الضاد، ما هيك بيقولوا؟ لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان، ما لكم حافظين هذه الأبيات؟ بلاد العرب أوطان. المهم فالضاد هذه يعني يقولون حرف انفردت به لغة العرب، ما في اللغات الأخرى، وإنما فيها دال مفخمة. يعني إخواننا الأتراك بيقولوا دان درما، مين فينا الأتراك جالسين؟ فين الشباب الأتراك اليوم؟ ها؟ ما هو دان درما؟ دان درما اللي هي الأيس كريم يعني، دان درما بدال مفخمة وليست ضاد، لأن الاتكاء عندهم يكون على ماذا؟ على مقدم اللسان وعلى طرفه الأمامي. أما الضاد العربية الفصيحة فمن أين تخرج؟ من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا بحسب عادات القبائل في زمن النبوة. الشاهد يا إخوة، عندما يريد الإنسان أن ينطق حرفا ليس في لغته يحاول ويحاول، فإن لم يستطع يبحث عن أقرب حرف لذلك الحرف. لذلك نجد الضاد عند بعض الناس يعني يقربها من الظاء، أسهل عليه بحسب بيئته اللهجية. مناطق أخرى يقربونها من الدال، مناطق ثالثة لعلهم يفعلون شيئا آخر، وهكذا بحسب يعني الحرف العسير يبحث الإنسان عن أقرب حرف له فيحاول أن يأتي به. أما الضاد الفصيحة العربية فهي التي من الحافة اليمنى أو اليسرى أو منهما معا كما أسلفت منذ قليل. إذن أذكركم كما نرى على المربعات الزرقاء في الصورة التي على اليمين والتي تمثل الحنك الأعلى، منطقة المربعات الزرقاء هذه منطقة الضغط والاتكاء، بينما المنطقة التي فيها المربعات الصفراء ففيها تلامس من غير ضغط. نعم، هذا أكثر شيء نحسن نساوي، يعني ما أستطيع أن أدخل يدي في فم أحدكم لأصحح، يعني أكثر من هيك ما عاد في عندنا قدرة، بقي علينا أن نتدرب وأن نقول ضاد ضاد. وإذا أردتم أن تخرجوا حرفا فأخرجوه مفردا يا إخوة، يعني لا تجلس تقول مثلا غير المغضوب عليهم، ولا لا تشوش نفسك بالحروف الأخرى، اجلس فقل ضا 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 وتأمل ضا ضا وتذكر هذه الصور، ضا 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 ضو 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 ضي ضي، تدرب عليه مفتوحا ومضموما ومكسورا وساكنا، انتبهنا كيف؟ حتى وأسمعه لأستاذ متقن حتى تصل إلى نطق هذا الحرف نطقا صحيحا. وأما الأثر الذي يتناقله بعض الناس وذكره شيخ الإسلام زكريا رحمه الله
أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش غير ثابت، هذا الأثر غير ثابت ولم أجده أبدا في كتب الحديث الشريف. أنا أفصح من نطق، المعنى صحيح، رسول الله هو أفصح من نطق بالضاد، ما يختلف في هذا إثنان، ولكن غير ثابت كحديث غير ثابت. بيد أني من قريش بمعنى غير أني من قريش، هذا أسلوب من أساليب العرب يسموه إيش؟ المدح بما يشبه الذم، يعني غير أني من قريش، وكأن ذلك عيبا، هو ليس عيب، بمعنى إن قريشا أفصح العرب وأنا أفصح من نطق بالضاد. تبهت كيف؟ فهو صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء. أعود فأقول المعنى صحيح ولكن كحديث النبوي لم يثبت. هذه هي صفة الاستطالة يا إخوة. وطبعا يا إخوة تكون صفات الحروف دائما، واسمعوها مني جيدا، تكون صفات الحروف أوضح ما تكون حالة سكون الحرف، وتكون أقل وضوحا حالة حركة الحرف. يعني قلنا بالأمس وللتفشي الشين، الشين فيها تفشي في كل أحوالها، لكن تشكرون تفشيها أوضح من شاكرا شكورا. تبهنا شو شا، لكن تش دائما الساكن، الحرف الساكن يخرج وإيش يعني آخذ راحته مثل ما بيقولوا بالعامي. تبهنا الحرف بيطلع آخذ راحته يعني مرتاح، فتكون صفته أوضح. حتى همس الكاف والتاء لما تقول أنت أك أك أت أت، هذا الهمس في الكاف والتاء في السكون أوضح منه في المتحرك، كا كو كي، هكذا همس الحروف المتحركة أقل وضوحا من الساكنة، وقس عليها بقية الصفات. فلما نقول مثلا الأرم الأرم يضرب يض، فهنا استطالة الضاد أوضح منها من ضرب ض، الحرف هنا إيش سريع ض، انتبهنا كيف هي موجودة ولكنها أقل وضوحا. بقول الجزري رحمه الله ضادا استطل، نكون قد أنهينا الحديث على صفات الحروف التي لا ضد لها، وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي بعده. انتهى هذا الملف؟ بقي صفة الغنة لم يتعرض لها الجزري صراحة عند الصفات، وذكرها عند قوله وأظهر الغنة من نون ومن. أعود فأذكركم إن الغنة جزء النون وجزء الميم، فهي من هذه الزاوية حرف، لكن التحكم في طولها وقصرها هذه صفة، هذه صفة. فالآن نحن نتحدث عن الغنة كصفة. الغنة كما نرى على اللوحة التي في اليمين هي صفة للنون والميم، ونعني بالصفة الطول والقصر. لا تخلطوا بين الغنة من حيث أصالتها وكونها جزء النون وجزء الميم، وبين كونها طويلة أو قصيرة. الآن حديثنا عن زمن الغنة، هي صفة للنون والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين. ما مقياسها؟ سيأتي ذلك معنا إن شاء الله عند قول الناظم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، كما نرى على اللوحة لأزمنة الغنة مراتب سيأتي بيانها.